الاكشن لسه جاي. خالد الدبل يتحدث الزميل عبد الله العمري مراسل اكشن يا دوري في الدمام. والله يا اخوي اليوم احنا حسينا بمسؤوليه، استشعرنا المسؤوليه انه النادي الاتفاق يحتاج وقفه من الجميع. شكلنا اعضاء مجلس اداره مرشحين بوقفه هذا الجمهور، وقفه اعضاء الشرف. قعدنا تقريبا درسنا الموضوع فتره طويله، تقدمنا اليوم، وخاصه بعد تكرار الكلام من اعضاء مجلس الاداره ومن رئيس مجلس الاداره الحالي سعد العزيز انه كان يبغون يسلمون النادي لاي واحد يجي يستلم من فتره طويله. اليوم الانتخابات ثقافه حضاريه، الانتخابات طال عمرك بتفرز وش هو صوت الاتفاق، صوت جمهور الاتفاق، واي من يطلع مع الصندوق احنا في النهايه داعمين، سواء فزنا احنا او ما فزنا احنا بندعم ايا كان. والله الى اللحظه هذه ما نعرف اذا في احد ترشح، يعني سواء الاستاذ عبد العزيز او اي احد ثاني. الى اللحظه هذه احنا الوحيد اللي تقدمنا، احنا جاهزين تماما، باب الترشيح مكفول اي شخص يحمل بطاقه العضويه الاتفاق. عندنا برنامج انتخابي سيعلن بعد انتهاء باب الترشيح. اعتقد ان احنا جاهزين في الانتخابات. طبعا هذا يعني لنا كلنا كاعضاء مجلس اداره مرشحين شيء الكثير، ان الناس حاسه بمسؤوليه التغيير وبشعور التغيير، وكلهم لهم الحشمه والتقدير. ولكن في شيء يمكن انت نسيته شوي في سؤالك، الجمهور هذا، الجمهور هذا هو اللي يبي التغيير. فالجمهور يعني ولا يهون اعضاء الشرف ولا رجال الاعمال، ولكن الجمهور هو اساس، اعضاء الشرف اساسهم جمهور برضه، الجمهور هو الاساس. لو تفتح عمل الشيطان كريم، ولكن عشان اكون صريح معك، اذا الله كتب لنا اليوم اي انتقاد المفروض الواحد ينظر له بنظره ايجابيه. انتقاد ما لو ما لو العمل صحيح ما كان في انتقاد من الاساس. لو تشخص اي مشكله، لو العمل ماشي صحيح ما كان في انتقاد. احنا نعد الجميع انه اذا الله كتب لنا ذلك الاتفاق بيكون مفتوح للجميع ان شاء الله. يعني انا ما ادري ايش اقول لك، الجمهور هذا كله احنا نوعدكم، احنا الحين قاعد نتكلم وبنتكلم كثير الين بفتح الترشيح، واول ما يخلص باب الترشيح ويبدا ان شاء الله العمل ما راح نتكلم، العمل هو اللي بيرد ان شاء الله.